دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذا التخصيص ليس له أصل في السنة، ولكن الذي هو في السنة ومعلوم في الصحيحين الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. أما تخصيص شهر رمضان فقط بتلاوة القرآن دون أي عبادة أخرى كطلب العلم وتدريس الحديث وبيانه وشرحه، هذا ليس له أصل. وكذلك يدخل موضوع المبرات والصدقات والإحسان إلى الناس وهو إلى آخره. الانقطاع للتلاوة ليس له أصل، الذي له أصل هو الإكثار منها فحسب.